صباح الخير لأصحاب التفاصيل الصباحية اللطيفة، المبتسمين المتفائلين بالخير دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، صبحكم الله بكل خير. اليوم نزل الفيديو الصباحي بدري بناء على رغبتكم. الله يا بنات، إذا كان مصور وجاهز عندي ليش لا أنزله. فهذا الفيديو كان مصور عندي وعدتكم فيه، اللي هو فطاير السبانخ. فاليوم بإذن الله تعالى راح أسوي معاكم فطاير السبانخ. طريقتها راح تكون آخر الفيديو، فيديو مسرع كذا راح أسوي معاكم بشكل سريع، تمام؟ أما الحين حابة وأنا أشتغل كذا أتكلم بالموضوع اللي أنا حابة أتكلم فيه. متابعات العزيزات القديمات عرفات طبعا نظامي أنه أنا نزل فيديوين باليوم، فيديو صباحي فيديو مسائي. الفيديو الصباحي نطرح فيه موضوع نتكلم فيه، وفيديو المساء يكون فيديو رسمي نتكلم فيه داخل إطار الفيديو، يعني ما نطلع عنه. اليوم موضوعنا جدا حلو مميز، موضوع صباحي لطيف كذا. جيبي حاجة تشربينها، كوب حليب كوب نسكافيه، وتعالي مع بعض خلينا نسمع. طبعا اليوم امبارح لما فتحت بث جتني أسئلة كثيرة داخل البث. أم سارة كيف نظامك في رمضان؟ شوفوا أعتبر نفسي بطلة، أنا أعتبر نفسي هيرو، أعتبر نفسي بطلة. عارفين ليش؟ لأني من الناس اللي ما ينقلب جدولها برمضان. من عرفتي نفسك يا إلهام وصار لك بيت وصار لي أسرة وعائلة، خلاص تركت سالفة قلب الجداول. ما أحب أقلب جدولي، لا أنا ولا أبو سارة ولا واحد فينا يقلب جدوله، فاهمين علي؟ لا أنا ولا أبو سارة. طبعا أنا عندي أبو سارة ينام متأخر عني، يعني أنا نام الساعة 10:30 بالكثير 11:15، زوجي لا ممكن يقعد للساعة 1:00 1:30 وبعدين ينام، بس ما يسهر زيادة. أما أنا لا والله أنا أنام بدري زي الدجاجة بالضبط، تفهم الدجاجة دخلت تنام، هذه أنا، تمام؟ طيب تعالوا الحين نتكلم بالعادات الرمضانية، واللي عندها أي معلومة تخص العادات الرمضانية اكتبينا بالتعليقات، حنا خوات نفيد ونستفيد، خلاص؟ طيب خلوني أتكلم لكم على أم سارة أنا إيش أسوي. شوفوا أنا بتكلم لكم من بعد الفطور إيش يصير، لأن يوم الإنسان حسه يبدأ من بعد الفطور. طيب كيف يا أم سارة تسوي؟ شوفوا أنا عندي أبو سارة، تمام، ما يحب يأكل فطور بعد صلاة المغرب، أو يعني أول ما يأذن المغرب ينزل بالفطور، ما يحب زوجي كذا أبدا. أحط تمر، أحط لبن، أحط قهوة، أحط قشطة التمر زين، وإذا حاب أحط عصير ومي فقط لا غير، هذا اللي أحطه، ما أحط أي شيء ثاني. يأذن المغرب يروح زوجي يصلي المغرب ويجي، لا جاء من صلاة المغرب يلقاني مجهزة الشوربة، بس صحن شوربة فقط، وأوقات ولا شيء. هو يحدد لي يقول حطي لي الشوربة، يقول مثلا ما أبغاها خليها بعد التراويح، تمام؟ غالبا غالبا بعد التراويح، يعني 90% بعد التراويح. يقول لي إذا وقفت أصلي التراويح أنغث، إذا كنت ماكل ما أركز بالصلاة أتعب، فخلي لي إياها بعد التراويح. طبعا يا بنات أبو سارونة مو كبير بالعمر، يعني أنا عمري ترى 38، زوجي عمره 49، زوجي مو بكبير بالعمر يا بنات، خلاص؟ لكن يقول لي أتعب، ما أركز بموضوع الصلاة، يعني أحس إني مشتت في موضوع الصلاة، أحس إني مغيب عنها ما أركز فيها. فيقول لي خلي لي إياها لما أجي من صلاة التراويح، بعد التراويح أكون عاد مجهز الأكل، شوربة، الفطور المعتاد، مثلا شوربة، سمبوسة، كريم كراميل، جلي، مثلا عاملة خلية، عاملة مكرونة بالبشاميل، الفطور المعتاد أحطه ونقعد ناكل بعد صلاة التراويح. طبعا وشو يكون الإنسان الجوع عنده خف، أنا ما كثر الأكل، ليش؟ لأنه خلاص يصير هذا فطورنا، وبنفس الوقت تصير النقنقة حقتنا، يعني خلاص بعد التراويح وش بقي من الليل، بعد ما ناكل ونشبع الحمد لله، السمبوسة اللي تزيد أحطها في حافظ على الطاولة، أو الخلية أو أي شيء أنا عاملتها علشان اللي يبغى يأكل منها، وغالبا ما حد يأكل منها، ظل كذا ما حد يأكلها. لا صارت الساعة 12، تمام، طبعا لا صارت الساعة 10:15، أنا وش أسوي هنا؟ أعلق على الكبسة. أنا عندي أبو سارة 90% لازم كبسة على السحور، هذه عادة من عادات السعودية يعني، فنسوي كبسة على السحور، بس أنا أسويها على الساعة 10:15 كذا بالحدود هذه، خلاص أسويها بس بدون ما أكب الرز، أتركها كذا وأروح أحط راسي وأنام. أنا خلاص كذا أحط راسي وأنام لين الساعة تقريبا 1، الساعة 1 أقوم أحط الرز نتسحر ونخلص
وبعدين اللي يبغى يصلي قيام، اللي يبغى يسوي شيء ما في مشكلة، إذا خلص يرجع يحط راسه وينام إلى صلاة الفجر، يصلي الفجر ونرجع ننام خلاص كذا. ننام إلى متى؟ زوجي يصحى تقريبا 9:30 10 أوقات 11، أنا أم سارة لا، أنا أقوم من الساعة 7 7:30 8 بالحدود هذه. طيب يا أم سارة ما تعطشين؟ شوفوا كل شغل بيتي يخليه قبلنا، يعني الفترة اللي بعد الفطور. أنا من الناس ترى اللي ما تابع مسلسلات برمضان أبدا، ولا أشوف أي مسلسل لا برمضان ولا بعد رمضان، الحمد لله ماني من الناس اللي أشوف برامج برمضان، فهميني؟ فلا ما 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 يروح وقتي عليهم نهائيا. فبعد ما أخلص أشوف لي مثلا يوتيوب، يوتيوبر أحبها، أحط مثلا مثلا عاملة بسبوس، عاملة قهوة، أشغل اليوتيوب وأتفرج عليها مثلا. لكن مسلسلات وكذا لا لا ما أتفرج عليهم خلاص، أحس اليوتيوب اليوتيوبر أفضل. مثلا أشغل محاضرة حلوة، حاجة أحب أسمع لها، أنشغل في فيديوهات شوي، أقعد أقرأ قرآن، أصلي. حاولوا يا بنات الفترة هذه تختمون اللي تقدر تختم القرآن مرتين، أنا معزمة الشهر هذا بإذن الله تعالى برمضان ودي أختمه مرتين كذا، يعني خلي يكون عندك عادات رمضانية جديدة وحلوة، فهمتيني؟ طيب أنا كذا أقوم الصبح خلاص، إذا قمت الصبح أظل قاعدة ما عندي شيء، يعني أصور فيديو، أمنتج فيديو جديد، أقرأ قرآن، أطور بالقراءة لأنه بنت تكون نايمة، أستغل الوقت هذا يعني على قدر الإمكان أحاول أني ما أسهر. وكون أنك ما تشتغلين الصبح ترى ما تعطش شيء، ما في عطش، يعني ما أعطش، ما أحس بعطش لأني أصلا البيت أصلا نظيف، إحنا نايمين والبيت نظيف ما في شيء، اللهم مواعين السحور اللي تسحرناها فقط، فهمتوني؟ بس هذا يا بنات نظامي برمضان، ماني من الناس اللي أقلب جدولي برمضان. وعموما ملابس العيد وما ملابس العيد والأشياء هذه أنا أجيبها من الحين، أنا طالبة طلبية من شيئين أستناها توصل، وطالبة طلبية أنا طالبة لصورونا فستانين، تمام؟ فستان عشان العيد وفستان عشان حفلة أختي بإذن الله تعالى، بصور لكم كل تفاصيل حفلة أختي بإذن الله تعالى، كل التفاصيل بصورها لكم. قلت لكم أختي صارت ما شاء الله تبارك الرحمن استشارية أمراض معدية، حفلتها بإذن الله تعالى 5 أيام العيد راح تكون. والعام حنا احتفلنا بأخوي عبد العزيز كمان، صار بروفيسور طب وجراحة، والسنة هذه ما شاء الله أختي آلاء، وبإذن الله تعالى بعد كم سنة أختي نور، الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر. وتقريبا قبل سنتين أخواني محمد ويوسف، واحد أخصائي مختبر والثاني صيدلي، فيا رب كذا تفرحون بأحبابكم ونفرح حنا بأحبابنا، الحمد لله يجي الحزن ويجي بعده سعادة، ولا تركبن طبقا عن طبق، الحمد لله هي كذا سنة الحياة. فهذا يا بنات نظامي في رمضان، تمام؟ أي اللي عندها أي عادة رمضانية حابة تتكلم فيها وحاسة أن البنات راح يستفيدون منها تكلموا. طيب من ضمن العادات الرمضانية، طيب يا أم سارة متى تروحين لأمك؟ متى تقعدين مع أمك؟ شوفوا غالبا أروح لأمي بين الساعة 12 تمام وبين الساعة 1:30، ما أروح لها بالليل، تمام؟ بين الساعة 12 وبين الساعة 1:30. أمي زيي من الناس اللي ما تسهر، وأمي زيي من الناس اللي تقوم بدري، أوقات أروح لها 12، أوقات أروح لها الساعة 10:30، أوقات أروح لها 11، يعني بالحدود هذه، المهم اللي ما زود عن 1:30، عشان هي ما شاء الله عائلتنا كبيرة يعني بالبيت، فتضطر أنها تدخل المطبخ بدري وخواتي، لكن أنا أرجع بيتي يعني خلاص، هي معها خواتي أصلا تسوي معهم الفطور، ما هي لحالها، لكن عشان أقعد معها أروح أنت الصبح. طبعا زوجي يكون نايم وصارونا تكون نايم، أنا الوحيدة ترى اللي مرة أصحى بدري، أنا الوحيدة اللي أصحى بدري، أقوم أشوف مصالح بيتي بالأيام العادية، إذا مثلا عندي غسيل أريد أغسله، إذا عندي حديقة أريد أسقيها، إذا عندي مواعين تحتاج تنجلة، إذا عندي حاجة بدخلها لجلاية المواعين، بيتي بغيت كالناس، الله يكرمكم يكرم السامعين، دورات مياه حابة أني أنظفها، وهكذا يعني أخلص أشغالي الصبح. لما ألقى وقت فاضي عندي مثلا أقوم أطول ملابس، هذا ما له علاقة برمضان، أنا أتكلم بغير رمضان، فهميني؟ فكذا هذا الجدولي، أنا ما أروح لأمي بالليل بعد الفطور، أنا ما أروح لأمي، ما يكون عندي وقت يا بنات، فأروح لها بالصباح، أقعد معها أجلس معها بالصباح ساعتين كذا، أقعد أسولف معها أركي، ما في شيء، أمي أصلا ترى أنتها عاملة بالبيت، فأروح ألقاها جالسة قاعدة يعني ما تسوي شيء، فأجلس معها. لأنه تعرفون بالليل سبحان الله، لما أنا أم سارة أحب أقعد مع أمي، يعني أحب أتكلم معها كذا فيس تو فيس، أحب تنشغل عني أبدا، أحب أقعد معها أسولف معها، وهي والله تحب تقعد معي، وهي لما تقوم الصبح تدق علي، يعني تدق علي أنا الوحيدة بين خواتي تتصل علي صاحية ولا نايمة،
تدري اني صاحية، انا الوحيدة اللي تدق علي، تدري اني صاحية. تقول تراي قاعدة، اذا تبغين تجين تعالي، او النصها الصبح. فخلاص بالليل سبحان الله، لما ادري ان امي تكون قاعدة لحالها، يعني ما حد معاها، احس كذا بزعل ماني عارفة ليش. بس لما اطمن ان اخواني وخواتي معاها ارتاح، اقدر امارس حياتي الطبيعية، فهميني؟ فبالنهار اروح معها، لانه ادري تكون قاعدة لحالها، خواتي يكونوا نايمات يعني، فاروح اجلس معها. اما بالنسبه للمناسبات وما ادري ايش برمضان وما... لا يا بنات، ما عندنا احنا مناسبات رمضانيه. شوفوا انا من قرايبي عشان تكونون بالصوره، يعني انا عماتي ما عندي غير عمت ثلاث عمات، واحده توفت قريب الله يرحمها يا رب ويغفر لها، قبل الوالد توفت يعني رحمه الله عليها. وعندي عمه ثانيه مره تعبانه، عايشه على الاسلاك يعني على الاجهزه، الله يرب يشفيها ويعافيها. وعمتي الثالثه بالشرقيه خلاص، وعمتي وعمي متوفي، ما عندي غير عم واحد توفى، عماني اثنين، واحد توفى زمان 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 وانا صغيرة، والثاني له تقريبا ممكن 8 سنين رحمة الله عليه. فما عندي قرايب اروح لهم واجي هنا بسكاكة، فهمتوني؟ ما في ذيك القرايب اللي نروح لهم ونجي. سبحان الله، اذا ماتوا الاصل او الشجرة اذا ماتت سبحان الله الفروع ما تصير تهتم. هذه بكل العائلات ولا بس حنا عندنا كذا؟ انا ماني عارفة، لكن انا اشوف انها عند كل العائلات صراحة نفس النظام، اذا ماتت الشجرة الكبيرة الفروع تضعف. اما بالنسبة لخوالي وما الخوالي، انا ما عندي الا خال واحد هنا، يا يفطر عندنا يا نفطر عنده فقط، ما في احد يعني، ما عندي الا خالي واحد، خوالي كلهم بسوريا، وخالي واحد هنا بس، هو مرت خالي يعني وبناته فقط، فهميني؟ فأنا من جهة أبوي من جهة عماني وكذا لا، ما في ترابط قوي، لأن مو ما في ترابط في قطاعة يعني، لا لا سبحان الله، عيال عمي وبنات عمي مو زي الراس الكبير لما يكون موجود، مو زي لما كان أبوي موجود كانوا يجون يروحون كذا، لا فرق لما مات أبوي شيء طبيعي سبحان الله. حتى العائلة نفسها بعد ما يموتون الأم والأب حتى العائلة تضعف، مو زي لما يكونوا موجودين. من يتفق معاي بهذا الكلام؟ أنا أحس كذا صراحة. فعشان كذا يا بنات أنا أحس إنه برمضان ما في زيارات كثيرة، من في إخواني حليم إخواني طيب، وعزمتهم مرة وعزموني مرة، وبعدين خلاص هي نفسها بتكون، مو كل شوي عزيمة عزيمة. أما أمي عزايم أمي، لا والله عزايم أمي ما توقف، لأن إحنا بناتها يلا تعالوا اليوم افطروا عندي، كل واحدة تجيب طبقها وتجي، كل واحدة تأخذ طبقها وتروح عند أمي، فهمتوني؟ وهكذا، لكن هي منهم وإليهم، مننا لأمي ومن أمي لنا. لكن انه مثلا في زي الناس الكبير يلا خوالنا وعمامنا، انا لان امي سوريه خلاص، فمن ناحيه الخوال حالتي ضعيفه، من ناحيه زيارات الخوال، لان اصلا خوالي بسوريا ما في احد، وفي بالمانيا متفرقين، ما في غير خال واحد هنا. فوقات تقولين يا ام ساره ما اشوفك تصورين، ما حد يدخل عليكي، ما حد يجي، ما في احد يا بنات، من اصور اهلي كذا مره اصور لكم يعني جمعات اهلي، رحت لاهلي ما في شيء، سهرتها هلي دائما بالانستغرام كنت اصور جلساتي مع خواتي، وما جلسات عاديه ما فيها شيء مهم اصوره، واضح الصوره كذا؟ طيب ام ساره اهل زوجك؟ اهل زوجي مهم معايا بنات، اهل زوجي بالقصيم، وخالتي الله يرحمها يا رب يغفر لها متوفيه، وعمي الله يرحمه يا رب متوفيه، وزوجي اصغر واحد تحته بنت واحده عمرها 48 فقط، زوجي اصغر واحد، كلهم كبيرات كلهم يعني، في منهم بالستين الله يا رب يعطيهم طولة العمر. فأنتوا فاهمين وضعي كيف يعني، اللي مستغربات أم سارة ما يجي ما عندك عزايمة. وصديقاتي دائما أصوركم، أنا من الناس اللي ما عندي علاقات اجتماعية قوية، عندي صديقات بس مو مرة علاقة اجتماعية مع الناس أبدا، تقول صديقاتي ثلاثة أربعة فقط، نتزاور مثلا بالشهر مرة، واحدة من صديقاتي مقربة لي دائما أصوركم أنا معاها وهكذا. بس هذا ترى وضعي، اللي مستغربين من سالفة ليش أم سارة ما تصور العزايم، لا أنا ماني من الناس الأربع. وأشوف أغلب اليوتيوبر ترى نفس وضعي، ما أشوف يوتيوبر والله مميزة ناس داخلين وناس طالعين عليها، أتوقع هذا الوضع عند الأغلبية يعني، كل الناس كذا. خصوصا أنا يعني أختلف شوي يمكن أكون باليوتيوب، لأن أمي سورية فخوالي لا مقلة من ناحية خوالي. فهذه من العادات الرمضانية ممكن البعض اللي يستفقدها، أم سارة ما نشوفك تصورين ما أدري إيش، يعني هذه من العادات الرمضانية، إنه ما عندنا هلك بالزيارات، ما في هلك بالزيارات الزيادة، لأنه الجماعة يعني ما هي موجودة أصلا، قليلة. من ناحية أبوي ما في إلا عمي، وعمي توفى الله يرحمه، وعماتي واحدة بس تعبانة، والثانية بالشرقية مع ولدتها بعيدة ما هي عندنا، فتشوفوني مقلة. وحس الناس سبحان الله التهت في حياتها، التهت في ما أدري إيش. يا بنات ما عاد الزمن زي قبل، والله ما عاد الزمن زي قبل،
بس والله هذا كان الفيديو حق اليوم، أتمنى من كل قلبي تكون الفقرة الصباحية هذه عجبتكم، وأتمنى تكون الفطاير اللذيذة هذه نالت على رضاكم وإعجابكم. الحين بسويها معاكم بإذن الله بشكل سريع. إذا جاكي ضيف، إذا جاكي أحد، إذا جاكي أي أحد، جربوها يا بنات وادعوا الأم سارونة سهلة وسريعة، حتى لو جاكم ضيوف راح يستمتعون فيها. يعني إذا حبيت الفيديو شيري وشاركيه بالواتس أب مع أي وحدة حاسة أنها تبغى تستفيد، وإذا حبيتي قناتي حياكي الله عندي بالقناة، تشرفيني وتنوريني أكيد. طقي عندي اشتراك ولا تنسين تدعميني بلايك. أشوفكم على خير بإذن الواحد الأحد، استودعتكم الله. الحين تعالوا معاي خلوني أسوي معاكم فطاير السبانخ. أول شيء تجيبين بصل، أنا ما كان عندي بصل طازج، اضطريت أخذ من المفرزن. تقلبين كويس على النار كذا لين يذبل، بعدين تاخذين سبانخ. اليوم راح أستخدم معاكم سبانخ لذة، هذا يا بنات السبانخ سبانخ مجمد، فيك تستخدمين الطازج اللي أنت حابة. أقلب البصل كذا زين على النار، احط معه شويه زيت زيتون واقلب فيه لين ياخذ لون ذهبي كذا ما ينحرق، مجرد لون ذهبي. بعدين راح احط عليه مكعب ماجي، انا حطيت نص مكعب ماجي لان الكيس عندي صغير. خلاص تذوبين مكعب الماجي زين مع البصل، وبعد كذا راح تبدين تحطين السبانخ. زي ما قلت فيك تستخدمين اي نوعيه سبانخ انت حابتها. حطيت السبانخ كذا على طول زي ما تشوفون، طبعا ذايب السبانخ عندي، وخلاص ابدا كذا اقلبه زين على النار. شايفين يا بنات بالطريقه هذه. بعد كذا املح، احط شويه ملح وابدا اقلب فيه، ارجع اكثر شويه كل ما حسيت انه الزيت نشف ازود شوي ما يضر يعني. خلاص كذا بنات فيكم تستخدمون اي نوعيه سبانخ انتم حابتها، انا استخدمت لذه وعجبتني. الحين راح احط شويه دبس رمان، ذوقي انا قاعده احط واذوق، شويه سماق تمام، دبس رمان شوية سماء مع بعض، وكمان حطيت ملح ليمون لأنه أنا ما عندي ليمون طازج، حطي أنتي عصرة ليمون. وكمان راح أحط شوية لوز، لوز شرايح، إذا ما عندك لوز عادي سي أصلها بالصنوبر، لوز أو صنوبر مقطع شرايح اللي أنتي حابة، وتأكد إنها تكون حامضة. يعني أنتي حطي شوية دبس رمان شوية ليمون شوية لوز، خلاص ملح وماجي وشوية سماء وذوقي. الحين اجيب التوست، اتهن جبن سايل واحط شويه من الحشوه زي ما تشوفون، وهذا جهاز التوست الفظيع اللي قلت لكم عليه لازم تجيبونه، واذا ما عندكم عادي سووه بالتويستر العاديه وقطعوها من النص، انا احبها ليش انها تصير زي الفطيره تتقفل من الجوانب. فيكم كمان اذا حابين تحطون برضو جبن موزاريلا تطلع اطيب واطيب واطعم، بس انا كان عندي جبن سايل كميه كثيره فحاولت اني اخلصها علشان ما تخرب، لكن اذا حابه تكون ألذ حطي شويه جبن موزاريلا وبس. والله هسكريها كذا وقدميها للشاي مع أولادك بالليل، حالي راح يحبونها. بنات كثروا كمية السبانخ، كل ما كثرتي كمية السبانخ داخل الفطيرة تطلع أطيب وألذ، وما تاخذ منكم وقت، وتسوون جنبها شاي، تسوين جنبها عصير اللي انت حابة، متأكدة بإذن الله تعالى راح تطلع طيبة معاكم وراح تطلع حلوة. طبعا انتم شفتوا الخطوات بشكل بطيء بالفيديو اللي يعني الجزئية اللي قبل، وبس هذه المقادير انا ذكرتها لكم. السبانخ تمون تحركون كذا شوي شوي لين المي حقها يعني يبدأ ينشف تمام، بعدين تزدين شوية زيت زيتون وتبدين تضيفين. ما شاء الله شوف الفطاير هنا طلعت مرة لذيذة وطيبة، سويت جنبها يا بنات شوربة، لا ما سويت شوربة ما كان عندي عدس، حطيت جنبها بريك شاي وزبادي وطلعت والله مرة لذيذة ومرة حلوة. بس زي ما قلت كثر الحشوة اللي داخل أطيب، السماء، دبس رمان، ليمون عصير ليمون، لوز محمص أو صنوبر محمص اللي انت حابة حطيه، يعني حد اثنين. أنا صراحة عندي صنوبر وعندي لوز بس كمية اللوز أكثر، حطيت لوز تطلع كمان حلوة. برضه لو عندك رمان تطلع كمان مرة حلوة مع الرمان، لو عندك رمان تفرطينه وتحطينه. وهذه يا بنات طريقة فطاير السبانخ، حلوة لو جاكي ضيوف على السريع تسوينها كذا، متأكد راح يحبونها. توزعينها بصينية تحطين معها شرايح ليمون، تحطين رمان على الوجه راح يحبونها. علينا وعليكم يا رب بألف عافية.